أنا من مهجرين ريف حمص الشمالي، تهجرنا إلى عفرين. من عفرين جيت على المعبطلي القنطرة، سكنت أنا وأسرتي. أنا عندي خبرة بفك الألغام من حمص. إجوا إلى عندي الأهالي إنه بيوتهم ملغمة، قمت بنزع بفك هذه الألغام بشكل كامل. منها كانت على مساطع، ومنها كانت على مسابح، ومنها كانت على نوابط، ومنها كانت على سد. بعد نزع كانت موجودة بالطرقات وبالحدائق المنازل وداخل المنازل. وبعدها انضمينا إلى الجبهة الشامية الفيلق الثالث، كتيبة الهندسة، لنوسع عملنا بشكل أكبر. وتم توسيعه الحمد لله وتشكيل كتيبة هندسة لنزع هذه الألغام. واجهنا عدة صعوبات بعد انتقلنا للمزارع. الصعوبات اللي واجهناها بالمزارع كانت هي عبارة عن ألغام منها نسيطر عليها ومنها ما نقدر نسيطر. منها كانت على سد، منها كانت على سحب، منه كان على وصل عكسي. نزعوا بشكل كامل ما نقدر نسيطر عليه، انفجروا. وكل هالعمل انه عشان المهجرين يعودوا الى منازلهم.